فقرة اللي تحبوها، فقرة تنسيق الملابس. اللون البنفسجي من الألوان المفضلة عندي، لذلك قررت راح أنسق لكم هذا البنطلون بثلاث أطلالات مختلفة. أول إطلالة اختاريت لكم إياها هي الإطلالة اللي ظهرت بها بحلقة اليوم، بنطلون بنفسجي عالي الخصر باللون البنفسجي الفاتح، نسقت معاه توب باللون البنفسجي الغامق بحيث الإطلالة صارت تدرجات اللون البنفسجي. ومثل ما لاحظتوا التوب بياقة عالية، نسقت معاها قلادة طويلة ولبست كعب عالي. طبعا هذه الإطلالة تقدرون أنتوا تسووها إطلالة صباحية أو إطلالة مسائية حسب اختياركم للحذاء والجنطة وحتى طريقة وضع الميك اب أو حتى تنسيق الشعر. أما الإطلالة الثانية فلبست نفس البنطلون لكن نسقت عليه توب بلون النود، مثل ما لاحظت التوب بوردة من الأورغانزا كبيرة، ونسقت معاه حذاء كعب عالي بلون النود مع تاتش من جلد الأفعى. التوب بما أنه بوردة كبيرة لبست معاه سلسال بسيط. دائما بنات حاولوا من تكون ملابسكم بيها نوع من التطريز أو حتى من الورد الكبار، حاولوا تقللون من الأكسسوارات، لأنه كلما قللتوا من الأكسسوارات كلما تكون إطلالتكم أنيقة وبسيطة. أما الإطلالة الأخيرة فهي إطلالة كلش مريحة، نسقت نفس البنطلون مع تي شيرت باللون الأبيض وبنقشة باللون البنفسجي، ولبست معاها حذاء مريح رياضي باللون الفضي. ومثل ما لاحظتوا البنطلون شوية كفيته من الأسفل وتي شيرت كفيت إردانة حتى يبين اللوك شبابي. طبعا هذه الإطلالة تقدرون تعتمدوها طالبات الجامعة وكذلك الأمهات إذا كنا رايحين على مول ومكان نحتاج إنه نمشي فترات طويلة.